لا دولارات لغير اللبنانيين. يعود أبو هاني إلى حيث يعيش لاجئا في مخيم البرج. يسير المهندس الفلسطيني بخطوات متعرجة إلى بيته، يرجع خالي الوفاض إلا من هويته الزرقاء وبعض أوراق من العملة اللبنانية. ينهي الاتصال بابنه طالب الجامعة في لندن، يحثه على الصبر علّه يتمكن من تأمين قسط الجامعة له. بالبنك ما قادرين، قالوا لي ممنوع التحويلات حاليا، انا عندي متقاعد ومبلغ منيح، والصرافين قالوا لي ممنوع، ما بنعطيك لانك انت غير لبناني. استثني الفلسطينيون من امكان شراء الدولار حتى لو استوفوا الشروط المطلوبه. من هنا ومن غالبية مخيمات اللجوء الفلسطيني تدخل الدولارات قادمة من الأونروا ومن المغتربين إلى ذويهم اللاجئين في لبنان ثم إلى السوق اللبنانية، لكن الفلسطينيين الآخرين لا يمكنهم الحصول على العملة الصعبة فقط لأنهم لا يملكون الهوية اللبنانية. ليس الفلسطيني فقط من حرم هذا الحق، بل وكل من لا يحمل الهوية اللبنانية. فرض علينا إجراءات إدارية لحتى ننظم الوضع، وهي أنه نحط رقم البطاقة اللبنانية على البرنامج اللي بيدفع فيه الواحد للأشخاص. لا قانون يمكن الفلسطينيين من تحصيل ودائعهم ولا شرائهم العملة الصعبة. منه بخالف القانون كونه هو المسؤول عن النقد، يعني هو اللي له حق، هو اللي بيصدر القانون تبع النقد، ما بيخالف قانون النقد والتسليف. يعني هو التعميمات مفروض يطلع يصدروا تعميم يصدروا عنه. وصل التمييز حتى إلى الورقة الصعبة. يقول بعض الفلسطينيين لم تراعى خصوصيتهم في بلد حرمهم حق العمل، وينهش اليوم ما بقي من قدرتهم على الصمود كما يقولون. حسن خريس، العربي، بيروت.